توج نادي الكويت بلقب بطولة نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره كاظما بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة النهائية التي احتضنها استاد جابر الدولي تحت رعاية سمو أمير البلاد وبحضور سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد. تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وبحضور سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد، شهد استاد جابر الدولي المباراة النهائية على كأس سمو الأمير، والتي جمعت بين فريقي الكويت وكاظما في لقاء طغت عليه الندية والإثارة، وظفر الأبيض بلقب البطولة للمرة 12 في تاريخه ليبدد بذلك أحلام البرتقالي الذي كان يتطلع إلى إضافة اللقب الثامن له في سجل الفرق المتوجة ببطولة كأس سمو الأمير. وشهدت المباراة أجواء حماسية افتتحها نادي الكويت عندما تقدم على نادي كاظما في الدقائق الأولى بهدفين، الأول عبر اللاعب كمارا والهدف الثاني عبر اللاعب فراس الخطيب. هنا محاولة، يا الله، وفي الدقيقة 32 قلص نادي كاظما الفارق عبر تسجيل هدفه الأول برأسية من اللاعب ناصر الفرج، وواصل الكويت تقدمه في الشوط الثاني حيث أحرز اللاعب جمعة سعيد الهدف الثالث في الدقيقة 46، ثم لاحقه اللاعب فهد الهجري ليسجل الهدف الرابع للكويت في الدقيقة 56 من الشوط الثاني. وبعد محاولات من البرتقالي تمكن اللاعب عمر الحبيتر من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 78 من الشوط الثاني. فابيانو والمتابعة، يا الله، جول.